يسر الله الحمد لله اني تزوجت مبكر برضو، ولكن جلسنا 25 سنة ما رزقنا الله سبحانه وتعالى بالذرية. رحت المستشفى سويت عملية، طلع المشكلة عندي أنا طبعا. الزوجة جزاها الله خير بنت عمي صابرة ووفية، ومنها من هالمكان يعني أشكر الله وجهها لها شكر الجزيل على ما بذلت وصبرت. بعدين قدمت تقريبا قد لنا 23 سنة تقريبا، قدمت على جمعية وداد جزاهم الله خير. بعد سنتين تقريبا اتصلوا علينا قرروا بالاحتضان، كلهم وافقوا على الاحتضان، بل ان الوالده قالت اعطوه، الوالده والوالد قالوا اعطوه 10 لا تعطونا واحد ولا اثنين، جزاهم الله خير. كانت حلم لنا ان يكون بيتنا اسره، لله الحمد رزقنا الله ببنتين طفلتين، اصبحنا الحمد لله يعني بدل ما كنا اثنين اصبحنا اربعه، وجبنا لهم شغاله صرنا خمسه ما شاء الله، الان صرنا عائله. كان البيت شبه مهجور من عيال اخواني، كانوا ما بيت ما في اولاد ما يجون، كان تحت قبلهم يدورون الاطفال، افرح بالاطفال تحت عند الوالد والوالده اذا جاء عيال اخواني. الان فضل الله سبحانه وتعالى اصبح البيت كل من عيال اخواني يجون نبغى نطلع نشوف فرح ومرح، يعني تغير البيت صار بيت سعاده، اهلها واخوانها وكلهم يفرحون اذا شافوهم، والدتي اخواني كلهم ايضا يفرحون بشوفتهم. تخيلوا كل يومين ثلاث الوالده جزاها الله خير يعني تقول ابغى نزل البنات ابغى اشوف فرح ومرح.